صباح الهنا والرزق وبدايه الاسبوع. والنهارده الحمد لله هنيجي ونقول او هتكون من الايام اللي هنقدر نيجي نبدا الحلقه ونقول صباح النصر. امبارح مباراه جميله جدا، وكنا بنقول يا رب العوده مره ثانيه للمستوى اللي احنا كنا عليه قبل كمان السفر لكاس العالم للانديه. واعتقد قد كان كل اللي احنا كنا منتظرينه، بس ان احنا نصبر شويه على اللعيبه ونديهم الثقه. واعتقد الجماهير المصريه والجماهير الاهلاويه يعني ما اثرتش بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت. يا كريم صباح الهنا. صباح الفل عليكي. وطبعا ما اثروش، ده يكفي ان احنا ابتدينا واستهلينا حلقه النهارده مع حضراتكم باصوات الجماهير بالزبط. وكالعاده صوت جماهير وزئير جماهير النادي الاهلي اللي دايما موجوده وفي ظهر لاعبتها في كل المواقف وفي كل المباريات اللي بيشاركوا فيها ايا كانت البطوله اللي هم طرف رئيسي فيها. جماهير النادي الاهلي ليهم مننا كل التحيه والتقدير. صباح الخيرات على كل حضراتكم. يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الرحمن، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الجدير بذكر حضرات ان احنا اكيد النهارده من خلال حلقتنا سواء في الجزء الاول او حتى في اولى فقراتنا الحواريه لازم هنتكلم مع حضراتكم عن كل التفاصيل اللي شفناها وتابعناها من خلال لقاء الامس، ولا سيما في الفقره الحواريه الاولى اللي هينورنا فيها كابتن عادل طايمه نجم النادي الاهلي السابق. هنتكلم معاه عن ماتش امبارح، وهنتكلم كمان عن رؤيته وتوقعاته فيما هو قادم في مشوار النادي الاهلي محليا وقريا. تاني فقراتنا هتكون فقره طبيه مع دكتوره دينا ابو السعود. فاهلا بكل حضراتكم في حلقه النهارده. بص بقى اسمح لي قبل ما نبدا بس ان انا اتكلم سريعا في مشهد كده الصبح شفته. وبما ان احنا بنتكلم ان الفتره دي يعني مش عشان دخول رمضان بس، هو ده او دي الروح اللي المفروض تبقى عندنا كلنا على مدار السنه كلها في طول حياتنا. كانت لقطه يعني ما عجبتنيش شويه، ويمكن كتير اتكلم واحنا اتكلمنا في النقطه دي، الانسانيات. النهارده وانا جايه في الطريق في يعني ميدان لبنان تحديدا شفت اتنين كانوا من ما فيش حاجه اسمها زبال، اسمها عامل نظافه من عمال النظافه. واحد منهم يا كريم اعتقد هو يتخطى يعني ال 50 60 سنه حاجه زي كده، او يمكن عمره اقل بس طبعا عن الحياه اللي هو بيعيشها، فهو او المعاناه الى حد ما او السعي اللي هو بيسعى في الحياه يعني، فسنه يمكن اكبر شويه. بس الراجل انا شايفاه وهو بيوطي على الارض بيلم الزباله من على الارض وجاي يقوم في ظهره ماسكه وبيقوم بالعافيه، كل ده علشان يشوف شغله. وهو شغله طبعا هو ينظف الشوارع والاحياء اللي هو مسؤول عنها، لكن في نفس الوقت الواحد جه في باله طب هو انا لو انا ماشي في العربيه ولو انا ماشي في الشارع وانا ليه برمي في الشارع اصلا؟ يعني مع احترام ان ده دوره وهو المفروض يقوم بيه، لكن انت برضو دورك واللي المفروض تقوم بيه ان انت تبقى انسان نظيف، ان تفهم ان الشارع الثقافه دي لاهالينا بس مش كلنا، معظم الاهالي اللي ربوا اولادهم صح ربوهم ان انت ما ينفعش ترمي في الشارع. ده على سبيل المثال يعني تلاقي بقى عربيات ترمي في الشوارع وترمي حاجات غريبه، ممكن انت تبقى ورا عربيه تلاقي قشر موزه جه في وشك عادي كان جداً. حاجه جه في وشك عادي جدا مش مهم طبعًا. يعني مش فارق مع حد، عارف اللي هو انا عايش وبس. صعب عليا الراجل، صعب عليا المشهد، وصعبت عليا ان احنا للدرجه دي شارق معانا شوارعنا، وتيجي بعد كده الطالب تقول لك احنا بلدنا مش عارف ايه والشوارع مش عارف ايه والدنيا مش عارف ايه والحواري بصوا عامله ازاي. طب على فكره هي الحاجات دي سلوكياتنا احنا، هي الحاره اللي هي مليانه زباله هي مش بقت زباله لوحدها، حضرتك اللي من كتر ما انت بترمي وجارك وده وده بقت كده، والشارع شوارع المهندسين والزمالك والاحياء برضو اللي هي راقيه زمان كانت جدا دلوقتي تعالى بص عليها شيء مريب. فمعلش انا يعني حبيت ابدا بالنقطه دي يا كريم لان حسيت اللقطه اللي انا شفتها دي لازم الواحد ما يسكتش عنها. بصي انا كنت متوقع او كنت متخيل في وقت من الاوقات ان اللي بيعمل النوع ده من السلوكيات هم فئه معينه من المجتمع، لكن اتفاجئت عبر السنين اللي فاتت ان بشوف حتى سيارات فارهه صحيح ركابها من اصحاب الملايين، وتلاقيهم مثلا بيطوح بعزم ما في علبه السجاير الغاليه اللي هو بيشربها مثلا. او انا في مره من المرات يعني هو مشيت ورا عربيه ميكروباص لان السواق بتاعها رمى كيس كامل من النفايات، اقسم لك بالله فضلت اجري وراه مشوار وما لحقتوش في الاخر. بص ده سلوك يعني. تعيس لازم طبعا يختفي من حياتنا لمليون سبب والمليون اعتبار. فتعالوا بقى ندخل يا حضرات في اجواء ماتش امبارح، يلا بينا ونفرح بقى يا كريم. انت مبدئيا شفتي ماتش ازاي؟ بص اولا انا كنت من الناس المتفائله جدا، وكنت شايفه ان الاهلي لا يمكن ان هو كمان يعني هقول مش يضيع فرصه زي دي بس لا يمكن ان هو ما يقدم لناش اللعب اللي احنا منتظرينه. فانا كنت متوقعه جدا الحمد لله ان احنا هنفوز، بس مع الفوز انا برضو بحب النتيجه مش بتبقى لوحدها، النتيجه مع الاداء الجيد ده اللي احنا شفناه امبارح. يعني نقدر نقول بجد الحمد لله عوده قويه للاهلي، الاهلي بيقدر ان هو يمتعنا وبيبدع وبيفوز كمان زي ما شفنا امبارح على القطن الكاميروني بثلاثيه
فنيه جميله وفوز اعتقد مهم جدا. كمان هنا بنتكلم على حساب القطن الكاميروني ده في اللقاء اللي كان مؤجل طبعا من المؤجلات بتاعتنا لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، حاجه كانت محترمه امبارح، ثلاث اهداف وكل هدف احلى من الثاني خلينا نقولها بهذا الشكل، وكده بتتكلم ثلاث نقاط كمان في شباك يعني نظيفه. الاهلي تقدم عن طريق طبعا زي ما تابعنا محمد شريف، ومحمد شريف انا سعيده ان هو بيعود مره ثانيه. محمد شريف انا من الناس اللي شايفه ان هو لاعب تقيل جدا، لاعب لما بيكون مركز ولما بياخد الاهتمام اللي هو عايزه فعلا ده بيترجم على الملعب بشكل كبير، بغض النظر عن الدويتو الحلو مع قفشه، بس محمد شريف حتى لوحده انا بشوف ان هو ولا اروع بصراحه، وعنده فرص كتيره جدا قدام انه يعود مره ثانيه للمستوى اللي احنا نعرفه عليه. بتتكلم تقريبا كان في يعني ايه بعد 53 ساعه بالظبط ده قبل اي حاجه. ما هي دي النقطه، ان انت الاهلي لما بتضغط من الاول انت بتبقى خدت المباراه خلاص لصالحك، فهو ده اللي احنا شفناه امبارح. وبعد كده تاني برضو اسرع هدف كان عندك، وسرعه الاهداف يا كريم دي بتفرق بشكل كبير جدا بعد برضو هدف محمد بركات في الماتش. لا انا عايز اقول لكم حاجه كانت محترمه جدا، ويمكن الهدف ده كمان يعتبر الاسرع في موسم البطوله حاليا بمقارنه زي ما كنت بقارن دلوقتي بهدف محمد بركات. يعني على كل حال برضو من اللقطات اللي عجبتني القندوسي. قندوسي امبارح ناس كتيره يعني مش بس امبارح بس ناس كتيره مع اي صفقه جديده تيجي تقول لك هل هي الصفقه المناسبه، هل هي الصفقه اللي احنا محتاجينها دلوقتي، هل الاهلي هيقدر يقدم حاجه زي كده. حتى الناس تتكلم من بره النادي الاهلي بتبقى مراهنه، ويبقى البعض منهم نفسهم من الصفقات لا تحقق يعني المرجو منها. لكن هنرجع نقول تاني احنا لا نلتفت للكلام، احنا بنشوف اللعيبه بتاعتنا على الارض بيحصل ايه. وفعلا قندوسي امبارح نقدر نقول ان هو ابتدى يتاقلم، ابتدى يظهر بشكل كبير جدا، ابتدى يتالق مع الاهلي بالهدف الثاني طبعا اللي كان في الدقيقة 40. وبعد كده زي ما احنا شفنا برضو رأفت خليل اللي أضاف الهدف الثالث، وكان في الدقيقة تقريبا 90 بلس تقريبا كانت 92 حاجة زي كده. عشان هنا بنتكلم بقى اللي يرتفع رصيد الفريق الأربع نقاط طبعا في المجموعة، أعتقد أداء محترم وشغل محترم، وفي نفس الوقت احنا منتظرين لسه عندنا لسه يعني لا لسه في شوط كبير جدا بدري. لسه في هم كبير طبعا. جدا بس سو فار انا مبسوطه على فكره هنا العوده مره ثانيه للروح كريم، فكره اللعيبه اللي صعدت كمان بتقدم بشكل كويس جدا، الصفقات الجديده بتاعتك بقت تتاقلم وبقت تأدي برده بشكل جيد جدا، فدي مكاسب كتيره من امبارح. يعني المكسب مش بس ان احنا امبارح فزنا بثلاث نقاط اكيد، وللامانه برده من ضمن المكاسب انجاز ان احنا نعتبرها من ضمن المكاسب فكره ان كان في طبعا حضراتكم اكيد خدتوا بالكم ان احنا عندنا غيابات كتير، عندنا يعني ناس كتير مش موجوده عند اكرم توفيق كريم فؤاد، كتير من اللعيبه كانوا مش موجودين، والجزء الحلو في الكلام طبعا ده في حد ذاته مش لطيف، ونتمنى لهم اكيد العوده السريعه والشفاء العاجل باذن الرحمن طبقا لاصابه كل واحد فيهم على حده. لكن اللطيف في الموضوع ده فكره ان احنا ما حسيناش بغيابهم قوي، لان بقيه اللعيبه اللي موجودين في ارض الملعب كل واحد عمل اللي عليه وزياده. صحيح. وطبيعي جدا ان كانت دي تكون النتيجه في نهايه المطاف، وده اللي احنا بنتكلم فيه، المنطق لما يكون حاضر لازم في الاخر لا يصح الا الصحيح. بالمناسبه بمناسبه كلامنا هوند مع حضراتكم عن الثلاث اهداف اللي تم تسجيلهم في ماتش امبارح، اللذيذ كمان ان كل هدف فيهم مميز من زاويه، يعني ليه خصوصيه شديده وبيحمل ذكرى ما، يعني مثلا محمد شريف سجل هدفه ال 14 في افريقيا ليصبح هو هداف الجيل الحالي للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه، لاعبنا الصاعد رأفت خليل احتفل باول اهدافه الافريقيه مع النادي الاهلي، كمان قندوسي يعني احتفل باول اهدافه الافريقيه بقميص نادي القرن. الحقيقه ماتش ظهرت فيه ملامح الخطوره من اول الدقيقه، بدليل ان حتى بعد مرور 53 ثانيه تم تسجيل هدف، وده ياكد على النقطه اللي دايما بنتكلم فيها، فكره الضغط من البدايات اكيد بينتج عنه خير كبير جدا. طبعا بعد طبعا الهدف اتحقق بعد ما تسلم تمريره مميزه جدا من طاهر وسدد كره قويه في الشباك، سيطر طبعا لعيبه النادي الاهلي على مجريات اللعب ودفاع الاهلي الحقيقه، وان كنا وقفنا عند الدفاع قبل كده اكتر من مره في اكتر من حلقه، لكن كلمه حق لازم تتقال، دفاع النادي الاهلي كان حاضر بقوه وتقريبا ابعد كل ملامح الخطوره اللي كان ممكن تتشكل على مرمى الفريق، ودي حاجه كويسه جدا عايزين نحافظ على ده، دي من ضمن المكتسبات، فانطلاقا من هذه المكتسبات لازم نواصل مشوارنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. بص يعني انا اتمنى ان احنا نواصل مشوارنا في الفتره اللي جايه بنفس المستوى
ونبقى حريصين جدا ان احنا ما عندناش رفاهيه يا كريم برضو خساره اي نقاط. أكيد. يعني نتمنى ذلك، وده مش فكره ان احنا كده بنشكل ضغط على اللعيبه، احنا بنقول ان احنا نفسنا بس ان ده يحقق لان احنا نستحق ذلك. وفي نفس الوقت ليه اصلا نضيع نقاط؟ يعني النقطه ليه نضيع نقاط؟ فانت عندك مساحه كويسه جدا وعندك سكواد زي ما انت بتتكلم كويس جدا، ما بقاش الاهلي يفرق معاه، وطول عمره الاهلي ما بيفرقش معاه، بس يمكن الموسمين اللي فات عشان كثره الغيابات والضغوطات كان بيفرق عدم وجود لاعب اساسي معانا. لكن دلوقتي انت عندك الحمد لله برضو تعويضات كبيره جدا، وفي نفس الوقت برضو عندك مدير فني بيعرف يستغل الامكانيات اللي عندك والبوتنشال بتاع اي لاعب، سواء لاعب صاعد او لاعب جاي من جاي يعني كصفقه او لاعب عندك اوريدي في الفيرست تيم. فاعتقد كده الوضع يعني متاح ان انت تقدر تادي افضل ما عندك. تصريحات كولر كمان كان فيها نقاط مهمه جدا، هو قال لك احنا استحقينا الفوز على القطن الكاميروني، وفي نفس الوقت قدموا ماتش كويس جدا، وان هو الهدف كمان السريع اللي جه في اول يعني مش هنقول دقائق، هو اول ثواني، يمكن هو ده اللي فرق بشكل كبير جدا على مجريات باقي المباراه. واحنا نتفق مع كولر لان احنا قلنا ده الضغط من اول دقيقه او للاهلي مفروض بيعمله، او ده سياسه الاهلي الى حد كبير في بعض المباريات والبطولات بتؤثر بشكل كبير جدا على سير المباراه وعلى كمان الخصم، وبترفع المعنويات عندك وبيبقى فيه يعني فرص افضل ان انت تنهي المباراه بهاي سكور زي ما بيتقال. خلينا نتابع جزء من برضو تصريحات كولر ونرجع نكمل. Ja, ich glaube, wir haben das Spiel von Anfang an bestimmt. Wir waren sehr konzentriert und konnten zum Glück am Anfang gleich Tore schießen. So konnten wir das Spiel noch mehr bestimmen und dementsprechend ist das ein hochverdienter Sieg. احنا كنا مركزين من اول دقيقه في المباراه، اتحكمنا فيها من اول ما احنا داخلين الماتش مركزين ومتحكمين في الماتش. الجون اللي جبناه في اول دقيقتين ساعدنا، او في اول مباراه ساعدنا ان احنا نتحكم في الماتش اكتر. احنا متحكمين في الماتش تماما من اوله لاخره، واعتقد ان احنا استحقينا الفوز النهارده. بنبارك لمستر كولر الفوز الاول بعد اداء جيد جدا رغم الظروف الصعبه. بنسال مستر كولر، هل شايف ان الاهلي بيواجه ظروف معاكسه مع كثره الاصابات ودوره الاياب في الجوله الثانيه هتلعب مباراتين بره مصر، فهل الظروف دي معاها الاهلي هيكون مرشح للتاهل او للمنافسه على اللقب السنه دي؟ auswärts spielen, dann glauben Sie, damit diese starke, schwierige Situation, wo der Ahli jetzt ist, mit den Verletzungen etc., dann kann der Ahli die beiden also qualifizieren und seinen Weg weitermachen. Ja, ob wir uns qualifizieren werden, das wissen wir noch nicht. Aber wir werden diese Herausforderungen annehmen. Wir haben ein großes Kader und ja, wir hoffen natürlich, dass vielleicht der eine oder andere noch zurückkommen kann. Aber die jetzt auch heute gespielt haben, die gehören ja auch dazu. Und die haben auch eine gute Leistung gezeigt. Und wir wissen, dass es natürlich schwierig wird. Aber wir werden alles versuchen, um das zu erreichen, dass wir eine Runde weiterkommen. احنا طبعا مش عارفين مين هيتأهل لسه، لكن احنا قابلين التحدي ومستعدين ان احنا نحارب لغايه اخر دقيقه على حلمنا وان احنا نكمل. في صعوبات، لكن احنا عندنا مجموعه كبيره من اللعيبه، عندنا قائمه كبيره من اللعيبه كلها قادره على اللعب باسم النادي الاهلي. احنا شفنا النهارده ناس كتير متغيره، ورغم كده قدرنا ان احنا اللعيبه اللي لعبت النهارده بينت قدرات كويسه جدا واظهروا اداء كويس. فبالتالي في صعوبات، بنتمنى طبعا اللعيبه المصابين يرجعوا، ده بيقوينا، لكن احنا قابلين التحدي وان شاء الله هنحاول نعمل كل اللي في وسعنا ان احنا رغم كل الصعوبات دي ان احنا نكمل في البطوله ان شاء الله. طيب ده كان جانب من تصريحات مستر مارسيل كولر. تعالوا بقى نطمن على محمد شريف اللي طبعا اكيد زي ما حضراتكم تابعتوا اثناء اللقاء امبارح اتصاب للاسف خلال الماتش. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال ان محمد شريف تعرض لكدمه في الحوض وفي الضلوع، واكد على ان الجهاز الفني فضل انه يخرج محمد شريف بعد ما اصيب مباشره، خوفا عليه طبعا على ان يخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران القادم ان شاء الله للفريق، وباذن الله تكون الاصابه مقدور عليها وهينه وان شاء الله يرجع يعني يواصل تالقه الفتره الجايه ان شاء الله. دي كانت يعني تصريحات سريعه، بس قبل برضو ما ننتقل لملف تاني من الكلام اللي عجبني برضو الكولر، لان كالعاده عندك سلسله من هقول الفتي، معلش يعني هختار اللفظ ده، الفتي للاسف، وده انا شفته بنفسي بقى مش مثلا حد بلغنا، انا شفته بنفسي على احدى القنوات المحترمه جدا من زميله بتعمل برنامج رياضي، طبعا اكيد مش هقول الاسم، بس طلعت كده في حلقه من الحلقات انا بتفرج بالصدفه يعني قالت لك ايه بقى برونو سافيو،
برونو سافيو الاهلي، وخدوا المعلومه مني، الاهلي هيمشيه. برونو سافيو شوفوا قد ايه ما شاركش، ده ياكد كلامي ان الاهلي هيمشيه. وقعدت بقى استرسلت وكانت مكشره قوي، ويعني واداء بقى اللي هو ايه، تبص لها كده تقول لا ده الموضوع كبير. فالواحد بيتفرج على الحاجات دي ومن جواه بيصعبوا عليه، يعني مع احترامي طبعا، بس بيصعبوا عليه الشكل ده من التقديم او المقدمين. لان انت لما تطلع وعامل جو قوي وواثق في نفسك قوي وتتكلم عن لاعب، يعني على الاقل يبقى عندك حاجه، على الاقل يبقى عندك مضمون. لما يجي المدير الفني نفسه، لما يجي المصدر يقول لك، وادي هقرا لحضراتكم عشان ما حدش يجي يقول مثلا ده كلام نهاوند، هقرا لحضراتكم تحديدا. كولر اوضح امبارح، برونو سافيو غاب فتره طويله، وده حقيقي، بس غاب فتره طويله بسبب ايه؟ بسبب الاصابه. شارك مع الفريق في مران واثنين، وانه كمدرب كان لديه رغبه على منحه فرصه للمشاركه في اخر ربع ساعه من عمر المباراه، لكن كان عائد من الاصابه وخوفا عليه وخايبين عشان يخليه مستعد للفتره اللي جايه، استقر على عدم الدفع بيه مع اعطائه فرصه في القادم. يعني لما يبقى الكيان والمصدر بيقول لحضرتك ده، على اي ثقه امبارح؟ ولا مش كان امبارح، كان من يومين، بطلعه وبتتكلمي بثقه قوي كده، حاجه يعني بص، هي حاجه تضحك، خلينا نتفق ان حاجه تضحك. بس في نفس الوقت عشان يبقى عندي مصداقيه كاعلاميه، ده اللي احنا اتعلمناه، يعني لما اطلع اقول حاجه يبقى عندي مصدر، يبقى عارفه انا بقول ايه عشان اتحمل مسؤوليته. لكن اي كلام في اي كلام، والاداء القوي الناشف ده يعني اللي احنا عشان نصدقك فيه، كان صعب جدا، ما كانش ينفع اقف عن يعني اعديه الصراحه. تمام. فبرونو سافيو ده التصريح الخاص او الاخير بمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. لما يبقى فيه جديد هنقول لحضراتكم. تمام كده. تعالوا بقى نروح لملف مهم جدا وحاجه كانت محترمه امبارح. زار وفد جميل جدا وكبير جدا من المشاركين بدبلومه الاتحاد الدولي لكره القدم، طبعا فيفا، وزاروا قناه الاهلي، جولنا هنا وشرفونا. والمشاركين بالجوله يعني بالاكاديميه او بالدوره دي قاموا بجوله كانت تفقديه هنا، وجم الاستوديو وشافوا الاستوديو وتعرفوا على الزملاء وازاي نظم التشغيل عندنا، وازاي نظم التشغيل كمان الحديثه خلينا نقولها. شافوا غرف كمان الكنترول، وكان معاهم طبعا رئيس القناة الأستاذ إيهاب الخطيب، كانوا في جولة عشان يتابعوا كمان وحدة التقارير، وحدة الإعداد، والمكتبة عندنا. وبرضو خلينا نقول إن أستاذ إيهاب الخطيب يعني استعرض ليهم سياسة القناة وإزاي بتشتغل، وما عندناش تعصب، تقديم محتوى هداف ومحترم ومبني على يعني معلومات موثقة، أو ما بنقولش، ما بنطلعش نفتي. وبعد كده قام الأستاذ إيهاب الخطيب بشرح برضو تفصيلي عن البرامج بالقناة واللي بتخاطب، إحنا بنتكلم كافة الأعمار للأسرة المصرية. استعرض كمان التنوع الدائم والتطور الملحوظ بالقناة طبعا اللي بتحمل اسم نادي القرن. وكان ترأس الوفد الدكتور محمد قطب مدير برنامج الفيفا بالقاهرة، والدكتور عمرو محب منسق المركز الدولي للدراسات الرياضية، واللي قام بدوره كمان بمنح رئيس القناة الأستاذ إيهاب الخطيب درع المركز الدولي، ده تقديرا لدور القناة البارز في الرياضة المصرية والإفريقية. ومن المعروف كمان أن البرنامج الشهادة الدولية في الإدارة الرياضية اللي احنا بنتكلم بشأنه ده بيشارك فيه 12 جنسية بالإضافة لمصر، بمشاركة 120 يعني من مختلف الدول العربية والإفريقية. وبتدرس يا كريم بثلاث لغات، وأعتقد أن هي حاجة أو زي ما تقال كده قيمة كبيرة جدا جدا. بس الواحد سعيد أن هم جم وتفقدوا الاستوديوهات بتاعتنا وشافوا الشغل بيتم ازاي، لما يجي حد يتكلم، لا احنا عندنا سيستم بنمشي عليه هنا، مفيش حاجه ماشيه كده ما نطلعش في التلفزيونات نقول اي كلام وخلاص. ففي نظام، والنظام اللي القناه ماشيه عليه هو نفس النظام اللي يليق اكيد بكيان كبير زي كيان النادي الاهلي، طالما انت جزء منه. فادي الدرع اللي كنت لسه بكلم حضراتكم عليه، ودي النسخه 15 برضو من برنامج الفيفا، واللي بيدرسوا نخبه كبيره جدا برضو من خبراء الاداره الرياضيه والتسويق والتمويل والاتصال الرياضي التشريعات. يعني كان من ضمن برضو بالمناسبه خريج البرنامج كابتن خالد بيبو ووليد سليمان واسماء تانيه كتيره جدا كمان زملاء لينا. يعني انا اصلا كنت بفكر من سنه انضم للبرنامج ده، وممكن لسه في فرصه. لطيف. وبعدين دايما دايما فكره لطيفه جدا ومشرفه جدا الحقيقه، لما يكون النادي الاهلي بكل تفاصيله، يعني سواء النادي او القناه، ساعات بتكون بمثابه مزار لكتير من الوفود حتى الاجنبيه، وده حصل قبل كده عشرات المرات. ومع نهايه كل لقاء او كل جوله تفقديه منهم، سواء في داخل فرع من فروع النادي الاهلي او كما هو الحال في الزياره اللي نهاوند حكت لحضراتكم عن تفاصيلها، فكره ان النادي الاهلي مزار، احنا بنتكلم على منظومه ناجحه وجاذبه لناس كتير عشان يجوا يشوفوا السيستم ماشي
ودي حاجة أكيد تسعد كل منسوبي وكل من هو تابع لهذا الكيان المحترم. فطبعا إن شاء الله كالعادة نكون دايما متشرفين بنجاحات النادي الأهلي على كل المستويات وعلى كل الأصعدة. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع مختلف. توج أحمد المراغي لاعب منتخب مصر للجمباز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة في قطر، وهذه البطولة تعد ضمن سلسلة بطولات كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وبرضو من المقرر خوض هذا اللاعب عدة بطولات أخرى إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية في مشواره للتأهل للأولمبياد، وأكيد بنتمنى له كل التوفيق. طيب بالنسبة لبقى الرياضات المختلفة اللي احنا بنتكلم عنها والبطولات، الاتحاد المصري للرماية زي ما احنا عارفين ومتابعين بقالنا تقريبا أسبوع يا كريم الرياضة دي تحديدا أو البطولة دي، بنتكلم بينظم ثلاث بطولات، في منها كاس رئيس الاتحاد الدولي والجائزة الكبرى كمان ضمن بطولة هنا أفريقيا التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، تابعناها يمكن بالتفصيل الفترة اللي فاتت جدا، لكن خلينا بقى نروح نتابع كده سريعا برضو إيه اللي تم، ومفروض النهاردة يكون كمان الختام. خلينا نتابع. قدرنا نغير ثقافة هذه اللعبة في العشر سنين اللي فاتت، إن ما بقيناش بنضرب عشان فلوس، بنضرب عشان بنحب الرياضة وبنضرب عشان نكسب، إنما مش عشان الفلوس ذاتها زي ما كان في الثقافة القديمة بتاعت هذه اللعبة. ودي حاجة خلت انتشار اللعبة على مستوى العالم بيزيد، وبصفة خاصة في مصر الرماة بتوعنا اتحسنوا جدا. فأنا متوقع بطولة أفريقيا، غير أنه اللقب لازم هياخده، إنما هنكسب الكاس إن شاء الله هيبقى مصري. نحن عندنا كذا واحد مصري لغاية دلوقتي عاملين 12 من 12، وأنا شايف مستوانا بيعلى كل سنة. حتى يعني إحنا خدنا بطولة أوروبا كاس أول برضو من سنتين في أوروبا، فده اللي يثبت إن إحنا قادرين على ان احنا نكسب جوه بلدنا كمان. البطوله هنا بيتمناها كل بيستناها تقريبا كل رماة العالم من اوروبا امريكا حتى اسبانيا والدول دي كلها بتتمتع بميادنا بطبيعه جونا. فالحقيقه احنا يعني عندنا في مصر امكانيات عاليه جدا من ميادين ورماة واداريين وتنظيم كل شيء، بنيه تحتيه رائعه لتنظيم بطولات عالم زي دي، بطولات افريقيا وبطولات عالم. واحنا نظمنا بطولات عالم قبل كده موجود في نفس الميدان وفي العاصمه الاداريه، كانت نظمنا بطوله عالم كانت يعني بشهاده الجميع، كانت من القمم اللي الناس رجعت بلدها بتشكر فيها. احنا سعداء بيكم النهارده جدا، احنا بننظم البطوله التاسعه الافريقيه ونظمنا قبل كده بطولتين عالم. مصر برزت جدا في التنظيم الحمد لله، احنا مستوانا عالمي، المنظمين والقائمين على التنظيم يعني موجودين معنا من زمان، هم من اشد رماه واحسن رماه موجودين في العالم، لينا يعني خبرات سابقه في هذا الموضوع. احنا بنبدا التنظيم سنه قبلها من اول ما الميادين بتجهز، طبعا ميادين نادي الصيد ميادين عالميه وخدت جائزه احسن ميادين في العالم من سنتين ثلاثه، والتنظيم عليها من كل المستويات. طبعا بنشكر مصر استضافت بطوله افريقيا سنتين متتاليتين على بعض، والسنه اللي فاتت الحمد لله حققت مركز ثاني في الجران بري، ومرضه من ثلاث سنين استضافت كاس العالم، ودي كان طبعا شرف لينا، خدت فيه مركز سابع الحمد لله، واول امبارح كسبت مركز اول في كاس الرئيس في افتتاحيه البطوله. انا بالنسبه لي دي المشاركه السابعه وبطوله رائعه، تنظيم هايل، الاجانب مخليين منظر البطوله كمان عالمي، ومش اول مشاركه لانجلترا ولا ايطاليا، مشاركه بطوله جدا، والحمد لله في نجاح، المصريين عاملين نتائج كويسه الحمد لله. السنه اللي فاتت انا كسبت الجائزه الكبرى المركز الاول، السنه اللي قبليها مركز ثالث افريقيا، السنه دي امبارح الحمد لله حصلت على المركز الثالث في الجائزه الكبرى، ولسه بقى النهارده ان شاء الله وبكره افريقيا ان شاء الله. Allora, diciamo che la nazionale italiana nostra
هو عارف ان المنتخب الايطالي عامل شغل كويس جدا وبيكسبوا، انما بيقول برضو ان الابطال المصريين بيعملوا تقدم كل بطوله والثانيه، وبيشكر في الحقيقه في التنظيم الجميل وحسن الضيافه لمنظمين البطوله وكل العاملين سواء الاتحاد المصري الرمايه، الاتحاد الدولي، كل القائمين على البطوله الحقيقه. اول مره تيجي مصر وانبهرت بالميادين نادي الصيد 6 اكتوبر الحقيقه، وهي امبارح في البطوله عملت 20-20، ومش قادره توصف مدى سعادتها بالتنظيم وكل حاجه الحقيقه، وان شاء الله تيجي تاني مصر. طيب دي كانت درجات الحراره، ويعني شفنا الى حد ما برضو مش زي الاسبوع اللي فات يا كريم اللي كان بيشهد ارتفاع شديد. كان الدكتور منار قايل لنا ان هي اسبوع صيفي تقريبا، لكن من المفترض ان من امبارح كان في الى حد ما برضو انخفاض شويه في درجات الحراره، وهيستمر معانا بقى للاسبوع او نهايه هذا الاسبوع. يعني قدامنا لسه 20 يوم شتاء كمان قبل انتهاء تقريبا فصل الشتاء، بعديهم 6 اشهر فرن بلدي هيتفتح علينا واجواء صيفيه حارقه. ربنا يستر الحال. على كل الاحوال خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره كمان. خلونا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين والفرق المختلفه. هتكون معانا روزان نصر من المقر بتاع النادي الاهلي بالجزيره. روزان بونجور عليكي، صباح الهنا، وطبعا منتظرين منك تقول لنا اخر الاخبار الخاصه بالرياضات المختلفه بالنادي الاهلي اكيد. اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة من مقر النادي فرع الجزيرة هكون متواجدة طبعا معاكم لنقل كل الأخبار المتعلقة سواء بكرة القدم أو الألعاب الأخرى. هنبدأ أكيد بكرة القدم واللي حقق فوز مهم جدا بالأمس على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد. طبعا المباراة اللي أقيمت على ملعب السلام في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهيلتقي طبعا النادي الأهلي بالمقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس في بطولة الدوري المصري، وبعدها أكيد هيواجه سان داونز يوم السبت 11 مارس في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. من كرة القدم لسيدات طائرة الأهلي واللي فاز على نادي الزمالك في دوري السوبر للكرة الطائرة. نجح فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة أشواط 3-1 في المباراة اللي جمعت بينهم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دوري السوبر للكرة الطائرة. ومن سيدات الطائرة لرجال الطائرة واللي الحقيقة عاملين موسم مميز وقوي جدا، حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على النصر البحريني بنتيجة 3-0 ليتوج بلقب البطولة العربية للأندية في نسختها 41 للمرة الثامنة في تاريخه. وشهدت المباراة طبعا حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومعالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس الأهلي وعمر مخلوف أمين صندوق الاتحاد. كما شهدت المباراة حضور جماهير كبير جدا من النادي الأهلي، ولطول المباراة طبعا كانوا بيقدموا الدعم والمساندة للاعبين. عايزين كمان يعني نقول يا كريم ويا نهواند أن النادي الأهلي للكرة الطائرة أصبح أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة العربية، وده شيء طبعا يدعو للفخر. وأخيرا رجال يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري. حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوز مهم على فريق طلائع الجيش في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا بالجزيرة، وقدم خلالها الفريقان أداء مميز قبل أن يحسمها رجال يد الأهلي لصالحهم بنتيجة 29-28. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من مقر النادي بالجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة تانية. نشكرك جدا كالعادة على هذه التغطية زميلتنا العزيزة جدا روزان نصر. تحس الجو شوية مش زي الأسبوع اللي فات صح؟ بصي تستنتجي من وجود الزميلة أيا كانت مين هي، سواء كانت خارجي ولا داخلي. داخلي تعرفي إن الدنيا مسقعة والدنيا مش هينفع تشتغل بره لأن الجو بس بالعكس هي لابسة تقيل برضه. مش مديه إخوانا بقى. ما هو برافو عليه حويطه برضه روزان. مش عارفه انا حاسه الجو احسن برضه من الاسبوع اللي فات. اه لا طبعا لا طبعا بس هو الخوف بقى كل الخوف مع انتهاء بقى فاضل ايه النهايه الرسميه على نهايه شهر يوم 21 مارس. اتفرجي على اللي بعديها بقى، احنا بقينا كذا سنه
تحسي ان الصيف بقى 6 شهور يعني ما يقلش عن 6 شهور، ما كانش اكتر من كده كمان. صح. طيب تعالوا بقى نروح للماتش اللي كان مسار حديث ناس كتير قوي امبارح، وريمونتادا من الصنف اللي يدرس حضرات عملته او عمله فريق الارسنال. الارسنال قلب تأخره بهدفين نظيفين امام بورتموث في فوز بنتيجه 3-2. الكلام ده حصل في ماتش امبارح ضمن الجوله 26 من الدوري الانجليزي. المثير للدهشه في الماتش ده ان بورتموث تقدم بهدف بعد مرور 9 ثواني فقط على بدايه هذا اللقاء، وده يعتبر ثاني اسرع هدف في تاريخ الدوري الانجليزي بعد هدف تم تسجيله قبلها بسنوات. طبعا كان اسرع هدف وقتها بعد حوالي 7 ثواني من احداث اللقاء لو انا مش غلطان في الرقم. طبعا الكلام ده حصل لصالح فريق ساوثهامبتون امام واتفورد في موسم 2017-2018. بعد كده تفوق بورنموث بالهدف الثاني في الدقيقه 57، وكان يعني قلص ارسنال الفارق الى الدقيقه 62 تحديدا، ثم احرز هدف التعادل لارسنال في الدقيقه 70 قبل ان يسجل هدف الفوز في الدقيقه 7 من الوقت المحتسب بدل ضائع من احداث هذه المباراه. عشان كده كان ماتش يعني نقدر نقول ان هو كان مثير جدا ومميز جدا، وبكده يكون ارسنال رفع رصيده ل 63 نقطه، وما زال بطبيعه الحال هو اللي بيحتل صداره ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط امام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد طبعا منافسه بورنموث عند النقطه 21، وأصبح في المركز 19، وده المركز قبل الأخير في الترتيب الدوري الإنجليزي. طبعا أقوى دوريات العالم إلى حد كبير، الأمور إلى حد كبير ما نقدرش نعرف هي هترسي على إيه في نهاية المطاف، لكن اللي حاصل حتى هذه اللحظة هو أن أرسنال متفوق ومتصدر ومحافظ على فرق نسبي معقول بينه وبين أقرب منافسيه. بص، الدوريات الاوروبيه المختلفه وانت بتتفرج عليها، نرجع نقول تاني يعني هي ممتعه جدا، ولكن برضو مازال في بعض الدوريات متوقع فيها مين هو دايما يكون في الصداره. الدوري الانجليزي اكيد مش من الدوريات يا كريم المتوقع فيها الصداره، لان ارسنال مانشستر سيتي كان الفتره اللي فاتت مانشستر يونايتد من كذا موسم، ففي تقلب شويه في الرانكينج او الثلاثه الاوائل. ارسنال طبعا الموسم ده هو المتفوق جدا بالنسبه للدوري الانجليزي. انت رحت مثلا للدوري الفرنسي، طبعا بيقال وده الطبيعي ان باريس سان جيرمان هو دايما بينافس نفسه في الدوري الفرنسي، ما فيش نادي يمكن على تنافسيه بنفس المستوى مع باريس سان جيرمان، فعشان كده بنقول ان الدوري الفرنسي لحد كبير بيبقى دايما محسوم. وبرده كالعاده برده باريس سان جيرمان هذا الموسم هو المتصدر. لو جيت للدوري الالماني هتلاقي نفس القصه برده مع بايرن ميونخ، هو برده المتصدر الى حد كبير، مع ان الدوري الالماني برده من الدوريات يا كريم الثقيله. فيعني يعني زي بتقول الفوارق دي الى حد ما بتدي متعه، لكن في نفس الوقت ما بتبقاش مضمونه، غير برضو عندنا وهذا الموسم يمكن في الدوري المصري برضو الى حد ما في مفاجات كتيره جدا لو انت خدت بالك حصلت. انديه كتيره جدا قدرت ان هي تتالق، تفوز على انديه مفروض ان هي دايما كانت بتنافس على الاول او الثاني بفوارق كبيره جدا في الاهداف كمان. فاعتقد ان كل ده برضو بيحسب في فكره تطوير او لصالح الكره عامه، سواء بقى الكره الاوروبيه او المصريه. طبعا برضو بايرن ميونخ كان عنده ماتش امبارح مهم جدا على شتوتغارت، وكان بنتيجه 2-1، وكده زي ما بيتقال بقى خلاص هو قدر ان هو كمان بايرن ميونخ ان هو يتصدر ويرفع رصيده كمان لل 49 نقطه في صداره ترتيب الدوري الالماني. فده كان لحظه او لقطه سريعه جدا مع حضراتكم. خلينا برضو كريم ننهي بالدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان، رغم بقى التحديات طبعا اللي بيواجهها مؤخرا، وفكره هنا التذبذب لما بيكون في بعض المشاكل الاداريه ربما بتنعكس على الاداء او لا، ده اللي هيبان طبعا في الفتره اللي جايه. كان ماتش برضو قوي الحقيقه امبارح، وعزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بعد ما فاز على نانت بنتيجه 4-2 ضمن منافسات الجوله 26 في الدوري الفرنسي. جاءت رباعيه باريس سان جيرمان عن طريق او من ضمن اللي سجله في هذا اللقاء طبعا كان ميسي احرز هدف جميل، وكمان كيليان مبابي اللي سجل الهدف رقم 201 ليه في 247 مباراه. بكده بيواصل باريس سان جيرمان تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطه حتى هذه اللحظه، فيما تجمد رصيد نانت عند النقطه 28 وهو حاليا في المركز رقم 13.
ما بقول لك الدوري باريس سان جيرمان مع نفسه. بس هنرجع نقول تاني، البعض او بعض الانديه لما بيكون عندها مشاكل اداريه، ويمكن باريس سان جيرمان مؤخرا واحد من الانديه دول، يعني بيبقى مقلق شويه الموضوع، ان انت يعني هل ده هيؤثر على النتائج وهيؤثر على اداء اللعيبه، ولا الموضوع مش هيوصل ان هو يؤثر على الملعب؟ فنتمنى لا، لان التجربه دي مع برشلونه على سبيل المثال كان لها تاثير كبير جدا، وتاثير يعني سيء بشكل كبير مع برضو مانشستر يونايتد في بعض الازمنه كانت مش افضل حاجه. يعني على كل حال هيبان لسه الموضوع في اوله، او لسه الموضوع دلوقتي مش، او خلينا نقول مبهم مع باريس سان جيرمان. طيب في لعبه بقى هنختم بيها، واللعبه دي غريبه جدا لان هي بتدمج ما بين حاجتين ما لهمش علاقه ببعض، يعني بتتكلم عن كره القدم مع الطايره، الاثنين مع بعض بيعملوا اللعبه اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو جراف ده واصلها وقواعدها. خلينا نتابع ونرجع نكمل. طيب احنا كده الجزء الاول من حلقتنا انتهى، هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في اولى فقرات الحواريه، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه عندنا موضوعات كتير هنتكلم فيها، اغلبها بطبيعه الحال متعلق بالنادي الاهلي، ماتش امبارح واللي جاي بقى ان شاء الله، كل التحديات اللي قدام النادي الاهلي الفتره اللي جايه سواء محليا او كمان قاريا. هنفتح كل هذه الملفات مع ضيفنا العزيز اللي منورنا بعد طول غياب، كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك. صباح الهنا وصباح النصر طبعا، دي جمله اللي بنقولها لما بنفوز تاني يوم. ان شاء الله. انا عندي بس سؤال، يعني من الاسئله اللي بصراحه محيره بعض المشجعين، خلينا نقولها مش انا بس، هو احنا ليه في ماتشات وبتبقى نفس الظروف، ليه في ماتشات بتبقى علينا غريبه جدا وعليها علامات استفهام وما بتعرفش ان انت تحصل على جول واحد رغم ان انت عندك الفرصه المتاحه، وليه في ماتشات تانية بتخش وتتالق وتفوز من او تسيطر على الماتش من اول دقائق رغم ان هي اللعيبه، هو الجهاز الفني، هي الجماهير، هي كل حاجه، ليه ده بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نهني الجمهور بالماتش بتاع امبارح، اكيد ورجوعنا للتراك، للامل تاني. يعني هو الحقيقه لما بيجي مدرب من اوروبا ما بقاش عنده خبرات افريقيه ومحليه، بيبقى عنده فاهم ان اللاعب الاوروبي زي اللاعب المصري في حياته في يومه وكده، ما يعرفش ان احنا العمليه عندنا بتبقى فيها نوع من عدم الانضباط شويه. يعني مثلا بشوف احيانا لاعب قاعد في احد المطاعم وشغال كل حاجه بقى، كل الاكل الممنوع. فده الاكل الرياضي، بنشوف محمد صلاح ليه اكل معين، بس ليه اكل معين. الحاجه الثانيه بيبقى فاهم ان اللاعب في اوروبا هيديله كل ماتش 8.5 من 10، عندنا اللاعب ممكن يديك 9 من 10، الماتش اللي بعديه 1 من 10، 1 من 10 صحيح، ليه مش موجود. الراجل الاوروبي بيبقى فاهم ان انا هلعب عادل، فعادل هيديني باستمرار كذا، فيصطدم انه الله الراجل ده الماتش اللي فات كان مديني يعني فيه عالي جدا، ان انا جايب جول وعامل كل حاجه، الماتش اللي بعديه مش موجود. ده اللي هو بعديه بيومين، يعني الدنيا مش بس بعديه بشهرين، ده بعديه بيومين، بعديه بيومين وتلاقي اداء عكسي تماما. في بقى برضو من ضمن الحاجات اللي عندنا ودي موجوده، انا برتكن ان انا مثلا جبت جول الماتش اللي فات وان انا كنت كويس، فانا ايه، لا انا بقى عندي رصيد، فمش مشكله، مش لازم بقى اضغط، مش لازم اتعب، فاهم ازاي؟ فطبعا كل الامور ديت بتاثر على الجانب ده طبعا. الى جانب الناحيه النفسيه برضو عايزين من الصغر نربي اولادنا ان الاحتراف هو اتقان المهنه مش فلوس. الفلوس بتيجي نمره واحد بس، واحد مكرر مش نمره اتنين. فانا وانا بادي لازم عندي الجانب الادبي يبقى عالي جدا، ان انا عايز باستمرار الجمهور متوقع مني الرقم ده 8.5 من 10، انا مش هديله اقل من 8.5 من 10. صح. اللعيب لما يبقى عنده دي، احنا بنلاقي مثلا نجوم زي ندي مثل بميسي عنده فلوس كتير قوي متهيألي، طب كل ماتش ليه اصرار قوي جدا انه ينجح، وانه هل هو محتاج فلوس ولا بيلعب عشان اسمه، عشان الجانب الادبي بالظبط، عشان طبعا. الجانب دي عايزين تبقى موجوده من الصغر عند الناشئ بتاعنا في النادي الاهلي، انه يبقى عارف وهو بيأدي علشان الجانب الادبي، ان هو يعمل تاريخ لناديه وبالتالي تاريخ لنفسه، ناديه الاول، لان النادي مش هيقف، بيبقى شغال عادي. فده اجابه لسؤالك، ان دي جانب نفسي الى جانب طبعا الحياه، مفروض يبقى اللاعب عنده نوع من الحرص شويه في اكله، ويبقى في نظام. وبعدين هنلاقي العقود بره
غير العقود عندنا. العقد بره بتلاقي ملزمه كده. اه طبعا. اذا انت اكلت كذا، اذا انت كل حاجه برد، فيها محاسبه، اذا انت جالك برد، اذا انت وقعت وما قمتش بسرعه هيحصل كذا. طب ليه يا كابتن عادل الكلام ده ما يتنقلش عندنا؟ يعني احنا ليه بنعتمد على ان ربنا ينفخ في صوره لعيب من عندنا فيطلع ويسافر ويحترف في الخارج ايا كان الخارج ده فين؟ من منطلق انه بره هيستوي وينضج، طب ما يستويش عندنا ليه؟ احنا طبعا لما بنيجي نتكلم عن فرق الاحتراف عن اللعب محليا، الاحتراف بنتكلم على منظومه كامله مختلفه في كل عناصرها وتفاصيلها. في حاجات ما لهاش حل بالنسبه لنا، حتى نوعيه الفرق المنافسه اللي اللعيبه المحترفين بره بيلعبوها او بيلعبوا ضدهم. فدي ما لناش يد فيها، لكن بقيه العناصر وبقيه التفاصيل ايه المانع ان احنا نطبقها؟ ليه ما يتعملش عندنا زي ما بيتعمل بره؟ اللعيب اللي يقع ولو ما قامش على طول ياخد تقييم معين، اللعيب اللي يتهاون يبقى فيه عقاب معين، ليه الفكر ده مش موجود عندنا؟ مش موجود لانه هناك عده عوامل. حتى الاكل بالمناسبه اللي حضرتك استشهدت بيه في حاله محمد صلاح، ليه ما عندناش في كل الفرق ناس شغلها بس التفصيله دي؟ تبقى المنظومه عايزه تتصلح من الاول. يعني مثلا انا مش هقول لك مثلا اسبانيا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا هقول لك المغرب. المغرب علشان يبقى في ربط الانديه 13 او الدوري هناك 16 الف و16 ب اللي احنا عايزين نعملها بقالنا 50 سنه. يبقى في ممتاز ب ممتاز الف، يبقى الاثنين في عدد معين يبقى قريبين جدا في المستوى. فبيختاروا 13 واحد من 16 نادي بالانتخاب وكلهم ليهم شروط معينه، لجنه الحكام بالانتخاب مش بالتعيين. فتلاقي طبعا الرابطه بالنسبه للاعلام، بالنسبه للعلاج، مش اي حد يشتغل في العلاج وهو قاعد على الدكه علشان يعالج اللاعبين. كل الامور دي بتبقى بالانتخاب. وبعدين في نظام صارم جدا في الاداء، نظام صارم جدا في العقود، نظام بيحفز اللاعب انه يلعب في اوروبا. انت تلاقي تيم المغرب تقريبا 100% من لعيبته كلهم بيلعبوا في اوروبا، الاسباني والفرنسي، السنغال، كل الفرق الافريقيه معظمهم بيلعبوا في اوروبا. طب الحاجات دي ما بنفتحهاش ليه من بدري؟ الكلام ده انا قلته والله من اكتر من 20 سنه 25 سنه، كان مع الله يصيب الخير الكابتن مصطفى عبده، وكان الكابتن حسن شحاته معاه فرقه كنت انا المفروض ان انا ادربها، هو اخذها، مش هو اخذها يعني الاتحاد قرر يعني. فالولاد راجعين، كان عماد متعب وحسني والاخر، المفروض المجموعه دي قلت الناس دي واخدين بطوله افريقيا، يا ريت ال 23 لاعب دول الدوله تدعم الانديه بحيث ان اللعيبه 23 دول يطلعوا اوروبا باي ارقام. بعد سنتين هتلاقي عندك قوام 23. الناس دي لما بتنجح بتفتح المجال اللي موجودين عندنا، اللعيبه الموجودين عندنا، لان اللاعب المصري لاعب موهوب جدا وقادر جدا انه ينجح في مناخ صحي جيد. العقود لابد اتحاد الكوره يبقى فيه وقفه، رابطه الانديه يبقى فيه وقفه، يبقى العقد. ليه ما انا ما اجيبش العقد بتاع اوروبا وانفذه عندي؟ ما الراجل اللي عندنا احيانا بياخد فلوس زي اللي بياخدوها في اوروبا، يمكن اكتر والله. يبقى اشتغل في النظام زي اللي كان بيشتغل فيه في اوروبا. اهو كده. طبعا. فطبعا يبقى الحته دي المفروض انها تبقى موجوده والمنظومه تتصلح، بس يا ريت نبدا امتى؟ هو احنا لسه ما بدأناش يعني، عشان لا 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 ما... بيقول بقاله 25 سنة بيقول أو 50 يعني هو احنا لسه ما بدأناش إصلاح المنظومة؟ الولد اللي بيطلع يحترف تلاقي حاجة عشوائية. يعني أنا برضه كاتحاد كورة بعمل منتخبات، إيه المانع إن أنا أتعامل مع بعض بيوت التسويق بحيث إن أنا يجي وأتعاقد معاهم اللعيبة اللي عندنا المميزين، إيه المانع إن أنا أطلعهم؟ يبقى انا بشتغل حتتين، الحته ان انا اسوق. ما هو بيجي على فكره عروض، والانديه بتكلم على الانديه في العموم، بعض الانديه بترفض ان هي تعمل اعاره للعيبه بتاعتها، تقول لك انا محتاجاهم، رغم ان هو لو راح، واحنا عندنا كيسز يعني، بس مش هقول الاسماء، واحنا لو اللاعب راح ربما هيعود بالنفع على اللاعب وبعد كده والنادي كمان ماديا. زي اتحاد اليد كده بيبقى فيه حاطين قرارات ما فيهاش بقى ايه الانديه، انت هتروح، طيب الرقم اللي انت هتاخده انا ممكن انا كدوله كوزاره الشباب ادعمك. طب انا بدعم المنتخبات بفلوس، انا النهارده وزاره الشباب لما تدي لمدير فني مثلا 200 الف يورو او 200 الف دولار، طب انا الحاجه دي، طب انا ممكن ادعم بيها المرتب ده، اخليه الربع او النص، والجزء ده ادعم بيه الانديه الناشئ اللي طالع. انا ممكن، وبعدين هو مش لازم اطلع نجم يعني، في اولاد في القطاعات الناشئين، وبرضه قطاعات الناشئين لما تتصلح الاول ويبقى في شغل قوي فيها
رخص للمدربين، المدربين مش اي حد يشتغل في قطاع الناشئين، قطاع الناشئين يبقى فيه مسابقات قويه، يبقى فيه معايشه بره، كل الحاجات اللي بتعملها السنغال والبلاد اللي احنا سابقينها ب 100 سنه. كل البديهيات يعني اللي حضرتك تفضلت بيها دي كلها امور بديهيه جدا ومنطقيه جدا، وكانت جمله قويه لما حضرتك تقول انا بقول الكلام ده بقالي 20 و25 سنه. هل على مدار ال 25 سنه عدم تطبيق التوجيهات دي او النصايح دي عشان يبقى الوضع على ما هو عليه، هو بقاء الوضع على ما هو عليه من مصلحه حد، افراد او جهات؟ اكيد يعني، واحنا مش المنطق يقول ان احنا من مصلحتنا كلنا ان حال كره القدم المصريه بشكل عام ينصلح؟ اقول لحضرتك حاجه، لجنه الحكام مثلا، يعني عندك لجنه حكام، هل في مشكله ان يبقى في لجنه جايه بالانتخاب؟ هل في مشكله؟ انما عايزين يبقى دايما احنا تحت السيطره ونستفيد، كل واحد جاي قاعد على الكرسي عايز يستفيد. استفيد بايه بقى؟ رئيس النادي اللي بكلمه انا ابعت لي فلان، انا بتكلم كلام كل الناس عارفاه. فطبعا لما انا يبقى مصلحتي ان انا اجيب لجنه حكام انا اعرف امشيها، احط فلان نتيجه الفلان المباراه ديت يبقى فيها، وهكذا. فطبعا الامور دي كلها اذا انا ما اناش قادر اخد القرار هاخده امتى؟ وانا في امس الحاجه، لو انا انسان فعلا بحب بلدي وخايف على بلدي وعايز الحكم بتاعي يبقى في كاس عالم طبعا لازم اخد القرار ده. ايه المانع انا اتحاد كوره اعمل لجنه للحكام بالانتخاب؟ ايه المشكله اللي فيها؟ وبعدين اجيب خواجه اتدخل في شغله واروح امشيه، وبعدين اعين له ناس علشان يعمل يجيب نتائج، وشفنا الموسمين اللي فاتوا والمباريات اللي حصلت والنتائج والابناط اللي راحت من النادي الاهلي باخطاء متعمده، مش اخطاء ساذجه، اخطاء ساذجه واخطاء متعمده. ايه المشكله ان انا اعمل عقد اللاعبين اللي انا بتكلم عليه؟ ايه المشكله ان انا الممتاز به والممتاز الف يبقى متساويين في العنديه؟ تخيل انت عندك الممتاز به، شوف كام نادي، ثلاث مجموعات كل مجموعه 16، علشان تعمل المجموعه ممتاز به 20 نادي استحاله. كل اتحاد يجي الانديه تروح ضاغطين عليه، الانديه اللي هي بقى ايه اللي هي من مصلحتها تفضل موجوده وخلاص، مش مهم بقى ان انا اشتغل واتعب وابقى في الممتاز به وابقى انافس. بص يا كابتن عادل، هي يعني زي ما بتقال كده شقين، شق اداري بحت والشق اخر يعني يقع على اللعيبه. في برضو نقطه ولو تتفق معايا فيها انت وكريم قولوا لي رايكم برضو. انا امبارح عجبني جدا كلام احد الزملاء، هو بيشتغل حاليا في مجال الرياضه بس في الخارج يعني، كان عامل فيديو عجبني جدا ولفت نظري لنقطه مهمه جدا، ومش طالعه انسب الكلام لنفسي، لازم اقول ان انا الكلام ده كان بناء عن الزميل ده. امبارح كان بيقول ايه، يقول لك ايه في الفيديو، احنا عندنا مشكله من ضمن المشاكل يعني في مصر في الكوره، اللعيبه نفسها اللي هي لسه بتبدا، تلاقيك مثلا في الناشئين او غيره بيسمي نفسه، مثلا اللي يسمي نفسه اوباما، اللي يسمي نفسه ميسي، اللي يسمي نفسه باسماء لعيبه تقيله يعني، على غرار ان هم عايزين يبقوا زيهم في يوم من الايام. هي دي النقطه، انا لما اسمي نفسي مثلا، اطلع دلوقتي اسمي نفسي اوبرا وينفري، ها نهاوند اوبرا وينفري الشرق مثلا، هل انا كده اوبرا وينفري الشرق؟ هل انا كده حققت نجاح؟ ده اسمه انا بضحك على نفسي. انا عشان ابقى اوبرا وينفري كنهاوند لازم اشتغل واوصل للنجاح اللي هي وصلت له بشغلي، لكن ان انا ادي نفسي لقب وبعد كده اقول يا جماعه اصل انا كمان يعني ده إيه؟ حضرتك فهمني، انت دلوقتي كلاعب مش مفروض يبقى في حاجه اسمها كل واحد يطلق على نفسه اسم، وبعدين لما انت تاخد لقب هو الناس اللي تبقى تديهولك، لكن مش هطلع اقول انا ما انا يعني انا ذكرت ثلاث اربع اسامي لكن مش بقصد دول تحديدا، انا بقول في العموم. بتتفق مع الراي ده ولا لا؟ انا بصراحه 100% بتفق. وانا بتفق معاك مليون في الميه، لان انا بقى ايه يعني في واحد من ولاد مش من ولادنا كان يعني احد المدربين يعني. الولد اسمه محمد، يوم راح مسميه تريزيجيه وهو صغير، ما يسميه ندفت. ما هو نادك عندنا بقى هو لسه ولا طب هل ده اسمه ده ربنا اكرمه ان يا كابتن عادل بعدنا السيد ميسي وعبد الرحيم مش بنهاوزن وحاجات عجيبه جدا. تخيل انت لما يكون ربنا اكرمني وانا اسمي محمد او اسمي احمد، فألاقي نفسي لقبي تريزيجيه اشتغل عشان تحصل على اللقب يعني، لكن انت فجأة بقيت نجم خلاص عالمي يعني. أنا طول عمر طول عمرنا الناس بيقلدونا. انا ما شفتش ايام جيل حضرتك كابتن عادل واللي بعدكم بصراحه واللي بعدكم حد عمل كده ولا سمى نفسه اسم ولا اخذ حد قدوه وسمى نفسه عليه، ما فيش الكلام ده كان بيحصل. وكنتوا بتتقدموا كوره تانية خالص، مع احترامي بقى ليفل تاني خالص. حضرتك الشخصيه
زي ما انا بنقول دايما اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي لابد قبل ما يكون فنيا عالي لازم يكون شخصيه قويه. شخصيه قويه بمعنى ايه؟ ان انا ابقى قدوه للناس، انما انا ما ابقاش قدوه ان انا عايز ابقى زي ميسي، لا. طب ليه ما ابقاش انا ليا وضع معين لدرجه معينه في الاداء الفني والاداء يبقى في قدوه معينه بالنسبه لي انا كراجل شرقي، انا اسمي فلان هادي الجانب الفني زي ما ربنا هيساعدني بالزبط. بس انا في نفس الوقت هعمل بالاسباب. الاسباب بتقول ايه؟ ان انا تعليمات المدرب، اكل كويس، انام كويس. المدرب مش معايا في البيت، فانا وانا باكل الاكل الصحي اللي كل الناس عارفاه، باكل وجبات معينه الطبيب بيبقى مدهاني انا باكلها لا يمكن احيد عنها. اذا انا عايز انجح يبقى انا هلتزم زي الراجل اللي بيصوم. راجل بيبقى صايم قدام الناس ويبقى في البيت فطران، لا، انا في رقيب عليا ان انا عايز ابقى نجم وعايز ابقى راجل قدوه وافيد المجتمع بتاعي. انا نفسي يبطلوا الاسماء دي، يمنعوا اللعيبه ان هي تطلق على نفسها اسماء، حاجه مستفزه بصراحه جدا يعني. والله انا يا عم اشتغل وابقى زيه، لكن مش لازم تاخد لي اللقب. والله انا هون قسما بالله بحييك على لان الحته دي يا ريت الناس كلها تسمعها. شخصيتك، شخصيتك نمره واحد ونمره اثنين ونمره عشرة، ان انت لازم تبقى تعتز بوطنيتك وتعتز باسمك وتعتز بدينك وتعتز بادائك. اصنع اسم لنفسك، اصنع وتعتز بالنادي بتاعك طبعا، وتعتز بادائك، وتخلي الناس دايما يعني بتبص تلاقي اللعيب بيلعب وبعدين يبطل بعد 15 20 سنه والناس لا يمكن تنساه. يروح في اي حته الناس على طول معاه، الناس على طول بتدعي له، على طول عامل ابواب خير. الكلام ده لو انا بفهم الناشئ من الصغر، من الصغر ان انت هتلعب علشان بلدك تبقى في الحته الفلانيه، قريتك ما تنساهاش، ربنا اكرمك وجالك رزق، والدك والدتك، بيتك، قريتك، اعمل مستشفى، اعمل مدرسه، اعمل كذا، يبقى هي هو ده انا الهدف منه، ان انا بلعب كره قدم علشان افيد المجتمع بتاعي، اجيب لبلدي عمله صعبه، يبقى اسم بلدي دايما اللعيب محمد فلان المصري. طيب هستأذن حضرتك بس عشان احنا لازم نطلع فاصل سريع، مش هنطول وهنرجع بعدين نكمل الكلام. استكمل حديثنا طبعا. حديثنا لسه مستمر مع كابتن عادل تعيمه، اتكلمنا في ملفات مهمه يمكن في الفقره او يعني الشق الاول، لكن الشق ده بقى خلينا نتكلم اكتر عن الفنيات وعن مباراه امس. وبدايه هل كان كابتن عادل شايف ان الماتش ده هيحسم لصالحنا، فكره كمان ان احنا في اول ثانيه مش اول دقائق نحرز هدف تسيطر على المباراه بهذا الشكل، عوده بقى روح الاهلي اللي احنا نعرفها سنين طويله، فشفت ده ازاي، قريته ازاي؟ انا قلت معاكم قبل كده الولاد قبل المباراه تم التدريبات وبعدين المحاضرة بيشوفوا التشكيل، هل التشكيل أخباره إيه؟ مين المستبعد؟ مين اللي جوه؟ أنا بقول لك إحساس اللاعب مش إحساس المدرب. المفروض المدرب يبقى عارف إن اللعيبة بيبقى ليها وجهة نظر، خاصة اللعيبة الكبار لما يقدرش يتكلم. في بعض الفرق بيبقى فيه مدير فني بيستمع للأربع خمس اللعيبة الكبار ويقعد يتناقش معاهم، ايه رايكم كذا كذا، وبعدين الراي الاول والاخير بيبقى ليه. الماتش بتاع امبارح الحقيقه انا كنت متوقع جدا انه هنقدم مباراه عاليه جدا، لان الاخطاء السلبيه اللي كانت حصلت في ماتش الداخليه الحقيقه كانت فظيعه جدا، مبالغ فيها الصراحه. ماتش سان داونز برضو اخطاء، كانت اخطاء فنيه قاتله سواء من هنا او من هنا، وبالتالي كنت متوقع هيبقى في تصحيح في المباراه امبارح. التصحيح بمعنى ايه؟ هتبص تلاقي بمجرد ما بنفقد الكوره بيبقى في على طول سرعه ارتداد. سرعه الارتداد دي كانت موجوده امبارح لحد اخر المباراه، وده اللي قطع الطريق على الفريق المنافس انه يوصل للمرمى، على الرغم ان هم كانوا بيأدوا بشراسه غير طبيعيه. انا اتفرجت عليهم مع سان داونز ومع الهلال ولا بيأدوا ربع الاداء اللي قدوه امبارح. ده احنا امبارح النتيجه 3-0 وعبد المنعم خد يعني خبطة جامدة جدا وواقع وفاضل دقيقة والراجل بيتخانق مع الحكم، ده له بيضيع وقت، انت النتيجة 3-0 وفاضل دقيقة. يعني ناس بس روح روح قتالية حلوة بصراحة، روح قتالية، وانا بنحب ده، ما بنحبش اللي هيفوت. طب هي اصلا الروح دي ليه ما بتبقاش دايما حاضرة؟ دي ساعات بتغيب في ماتشات ما ينفعش تغيب فيها. علشان كده ثقافة اللاعب، وده بيبقى شغل المدير الفني طبعا، مع ما بقولوش 4 شهور، محتاج شغل جامد جدا
ان في برضو بعض النوعيات من اللاعبين لابد يبقى فيه الجانب ده موجود. كره فيها التحام ابقى انا واخدها. يعني امبارح الجول اللي نهاوند بتتكلم عنه في اول دقائق في اول دقيقه تقريبا شريف نازل ومصمم انه يعمل حاجه، والدليل على كده ان الكره لما بتجيله احيانا لما بيستلمها برجل ويلعبها بالرجل الثانيه بتبقى فيها نوع من الانسجام ونوع من التوافق. امبارح سندها باليمين وراح حاططها بالشمال، الوضع الطبيعي التشريح لجسمه تروح في الزاويه دي. احيانا بتتلم غلط فبتروح غلط، فيبقى نازل مركز. معنى ان انا نازل مركز انا عايز اعمل حاجه، لان انا فعلا خدوا دش جامد جدا من الكابتن وطبعا من كولر، خدوا دش جامد جدا ان انا فرقه 10 تنفار وبعدين بيهاجموا وكانوا ممكن يكسبونا. لا، وبعدين فين سرعه الارتداد؟ امبارح ظهور نجم جديد جدا انا بأشيد بيه، ومن الصفقه الثالثه اللي ناجحه على مستوى عالي جدا، احمد قندوسي. امبارح صانع لعب، اهداف، بيعمل كل حاجه. برافو عليه، برافو بصراحه. في لعيب عندنا تبص تلاقيه ما بيدافعش، ما بيرتحمش، الكور العاليه يعني مش موجود. طب لا، لابد يبقى فيه ال 11 يكونوا بيأدوا على قلب راجل واحد، كلهم ما فيش فيهم حد بيقصر في واجبه الدفاع والهجومي. وبالتالي انا لما بادي النهارده الصفقه الثالثه لما يكون خالد ومروان عطيه الثلاث صفقات الحقيقه على اعلى مستوى في الميركاتو الشتوي، كان حاجه عاليه جدا. سرعه الارتداء الى جانب الحاجه اللي اتبسطت منها جدا جدا جدا. اوكي. مفيش باللغه الكوره مفيش صربعه في انهاء الهجمه. فتبص تلاقي احنا جبنا جول وجبنا الثاني ابتدينا ننقل الكوره ونعمل عمليه بس الاربعه كانت بتعمل لنا اهدار اهداف، والفاينل تاتش او الفينال بتاعنا كان دايما بتقطع. عارف يا كريم انا هو بيحصل ايه؟ انه الاربعه دي بيحصل ايه؟ خمسه سته راحوا على ال 18، الكوره اتردت بسرعه في عمليه انفلات رايح على الجول بتاعنا جاب جول بالظبط. انما لما يكون في عمليه الاستحواذ وبعدين انا بروح من اليمين ومن الشمال ومن العمق وتسديد من بره، كل الامور ديت والفريق كله زي ما بشوف كولر بيعمل للعيبه يقول له ضيق المسافات ضيق المسافات. وبعدين امبارح كان بيوجه على طول مثلا الكره مع هاني ترجع لياسر لمنعم لعلي معلول وبعدين تلف تاني وتالت. الحماس الشديد قوي اللي كان عند فريق القطن الكاميروني اتهد امبارح على الرغم ان هم قدرنا نسيطر عليهم، تحس ان هم واخدين منشطات او يعني تحس ان هم فعلا بيجروا لاخر دقيقه جري. وبعدين في عنف شديد جدا لدرجه برضو الحكم في كوره الحقيقه كان فيها طرد مليون في المية. يعني على طول بعد الجول ما جبناه الراجل داخل في قصبة هاني ده حتى ما حسبها ما ادالوش انذار. فالعنف ده احنا زي ما انت بتقول الحماس اه مطلوب بس العنف لا. فبرضه ما كانش ليه حمايه، كان لينا ضربه جزاء انا بختلف مع ده اللي هي كانت في بدايه الماتش في اول ثلاث دقائق تقريبا، اول ثلاث دقائق بعد ما جبنا الجول على طول الراجل راح داخل في قصبه رجل هاني. هاني حتى اتألم جدا. ده ما ادالوش انذار خالص، يعني ده المفروض كارت احمر. فعمليه الاستحواذ وعمليه النقل انا كنت كل كوره رايحه لهاني، يا هاني من فضلك ما بلاش لقدام دلوقتي 2-0 جريهم شويه جريهم كمان لحد لما يتعبوا على طول. انت تبتدي من الجانب اليمين او من الشمال او من العمق زي الجول اللي جابه الجول اللي اتدرس في اكاديميات الكوره الجول الثالث حاجه جمله معموله على اعلى مستوى. شوف انت بتتلعب ازاي. وبعدين التغيير فيه عبقريه. يعني ان انا بخلي علي معلول جناح ما بلعبوش باك ليفت وبنزل اشرف بيأدي الواجب الدفاعي وبخلي علي معلول هو اللي بيأدي الواجب الهجومي. شوف الجول الثالث اتعمل ازاي حاجة. وبعدين برضو التمريرة القاتلة من القندوسي لعلي معلول، وعلي معلول بيشوفها ما بيلعبهاش أي حاجة، بيلعبها على الأرض جاية مرتاحة جدا مترستقة رايحة مترستقة صحيح تتجاب جول بشكل رائع. دي تعليمات مدرب. دي الهجمة اللي حضرتك بتتكلم عليها. القندوسي طبعا راح مديها له إيه يعني طبعا ما عندناش اديها له يعني في رجليه يعني لها طويلة بيقول له من فضلك ادي البونبونايه اهي من فضلك خلصها في الشبكه. لان هم على امل ان هم يجيبوا جول وبعدين الحكم يروح مدي 7-8 دقائق يجيبوا التعادل يطلعنا من البطوله. فدي بعد الكوره دي طبعا كانت من الكرات العاليه جدا. فاستحواذ مع تنفيذ واجبات مع سرعه ارتداد
مع تسديد، كان في تسديد امبارح، كان في كرات عرضيه. بأؤكد للاعبتنا وخاصه هاني وعلي معلول، لما توصل للثلث الاخراني وتوصل لخط المرمى ادي لنفسك جزء من الثانيه انك بس ترفع راسك وبص، وبعدين اعمل عمليه خداع، اعمل انك هتلعب الكوره وقف. الراجل المدافع ده بيبقى داخل مندفع جدا، فمجرد ان انت مثلت انك انت هتلعب الكوره بيحصل ايه؟ بيحصل عمليه الاندفاع ده. طب زي الجول اللي جابه شريف امبارح، هو اللي ما اتحسبش ليه ضربه الجزاء دي برضه؟ ضربه جزاء، انا طبعا كابتن ناصر قال انها مش ضربه جزاء، انا بقول له يا كابتن ناصر هي ضربه جزاء وانا مش حكم، بس انا برضه خرجت حكام كتير، دي ضربه جزاء، الولد ما مثلش. اه انا بس زعلان من شادي، كان المفروض يروح للحكم يقول له انا ما يعني، لا ده كانه فعلا عمل الغلطه دي. الراجل الجول دخل شال رجليه، لما يشيل رجليه وهو في سرعته لازم يعلى كده. طبعا انما هي ضربه جزاء، انا بقول انها ضربه جزاء. فطبعا كل الامور دي تعليمات مدير فني، الى جانب تركيز، الى جانب الجمهور الاكثر من رائع. بعد ماتش الداخليه كان حصل نوع من الزعل، مع ذلك الجمهور مال المدرج بيساند اللعيبه حتى بعد ماتش الداخليه برضه كعاده بيشجع جمهور النادي الاهلي. اه فحاجه ده الحقيقه مشرفه جدا. بس انا عندي سؤال كابتن عادل عشان الوقت برضه بيجري. اتفضل. يعني حضرتك اتكلمت عن الزياره اللي كانت للكابتن ليهم، وال يعني فكره ان هو يكلمهم بلغه اللي هو لازم تقدموا افضل ما عندكم، وده يعني للجماهير لازم ان احنا نفرحها والكلام ده كله اللي اثر وادى. وكان معايا يمكن كابتن حسام غالي برده في يعني في الزياره دي. هو ليه لازم اللاعب يبقى عنده يعني اوكي هي ادتهم حافز وكل حاجه، لكن ليه انا لازم يبقى في حاجه زي كده او خطاب من هذا النوع او شده شويه عشان اعمل اللي عليا بشكل كامل؟ يعني انا بشوف ان ده المفروض يكون شيء بديهي، يعني رجعني تاني لفكره مانويل خوسيه. مانويل كان من المديرين الفنيين ان احنا عارفين عنه ان هو كان شديد مع اللعيبه وكان دايما ما بيفوتش حاجه وكان قاسي الى حد ما، لكن كان برضو بيأدي على الملعب وكانوا بيحبوه جدا. هل القسوه دي الى حد ما اللي هي مش موجوده قوي مع مارسيل كولر، لكن موجود الفكر الاخر ليه شويه مع بتاع مانويل، لكن مفيش قسوه، مفيش لغه فيها شده شويه، هل ده اللي ما ينقصنا؟ هل كان لازم يبقى في خطاب بهذا النوع من الكابتن عشان يبتدوا يركزوا اكتر، ولا بتشوفها ازاي؟ بمنتهى الصراحة أنا بشوف إن ده ضغوط على الكابتن، لأن يعني ده هو الأجيال بتختلف. أيام جيل جوزيه كانت اللعيبة بتحاسب بعض، كانت تلاقي وائل مع أبو تريكة مع بركات مع كل اللعيبة، أحمد حسن مع كل الناس، كلهم بيقعدوا مع بعض وبيحاسبوا بعض. وبعدين هو ما كانش قاسي وبس، ده قاسي وفي نفس الوقت يعني عارف الجزره وال يشد ويرخي زي ما بتقول. فمره كسبانين خمسه يروح داخل شايط ومزعق ليه؟ عارف ان في لعيبه ممكن تتغر ان انا جبت خمس اهداف في الماتش اللي جاي ما تلاقينيش. ده مش موجود مع مارسيل كولر بقى. ليه بقى؟ الميزه في جوزيه كان عرف ثقافه اللاعب المصري والشعب المصري، فبسرعه تاقلم وعرف ان اللعيب لو انا اديته الوش الحلو على طول وما فيش عصاب وما فيش عقاب مش هيديني، فبقى على طول شغال بالجانب ده على طول، في قسوه وفي اوقات تبص ليه بيهزر وبيضحك صح. طب مع كولر ايه بقى كابتن عادل؟ كولر اعتقد انه مع الوقت هيبتدي يفهم، والدليل على كده التغييرات اللي حصلت امبارح. تغييرات صنع اللعب، مدخل قندوسي دلوقتي، فابتدى يبقى فيه نوع من انواع يفهم بقى شخصيه اللاعب. لا انا متخيل ان في عادل هيديني على طول 8، لا ده ما بيدينيش مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، لا ده انا لازم اقف واشوف بقى ايه البديل. مع تراكم المباريات اعتقد انه هيبقى عنده الخبره ان اللعيب ده هيبقى فيه برضه قدامي عينه، الله ده انا بدي لك ماتش واثنين وثلاثه مرة بتديني 10 من 10، مرة بتديني مفيش خالص، فطبعا الأمور دي هتبقى هتيجي مع الوقت. الحاجة الأكيدة إن إحنا إمبارح لما تابعنا الماتش وجدنا ما يرضينا، ونتمنى إن دي تكون نقطة انطلاق للي هو قادم إن شاء الله مع كل ماتشات النادي الأهلي الفترة اللي جاية بإذن الله. إحنا بنشكر حضرتك على وجودك، نورتنا. شكرا كابتن عادل، كالعاده يعني بنستفيد من وجود حضرتك معانا، ونتمنى زي ما حضرتك كنت بتتكلم ان اللي جاي يكون كمان افضل ونمشي بنفس الوتيره. وتعبنا من قصه ماتشين حلوين وماتش مش حلو، يعني اتمنى ان احنا يبقى عندنا مستوى ثابت في
في اللعب، لان انت عندك سكواد رائع جدا، عندك جماهير رائعه جدا، عندك مدير فني محترم وفنيا هو اكثر من رائع، وعندك الكابتن اللي دايما بيكون داعم ودايما بيكون موجود. ونتمنى ان الروح اللي احنا شفناها امبارح تستمر بقى من غير كل فتره اجتماعات، يعني تبقى موجوده عند اللعيبه بامر بديهي يعني. نعم، لا انا عايز روح اكثر من كده كمان، يا ريت. اي كره فيها ده اللي احنا نعرفه اصلا عن الفريق، اي يعني كره فيها التحام لازم الفانيله الحمراء تكون واخدها، نتمنى ده ان شاء الله. بنشكرك على وجودك. شكرا لك كابتن. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه، وهي بالمناسبه فقره طبيه مسجله ما بين نهاوند وبين الدكتوره دينا ابو سعود. خليكم معانا.